في أجواء خيالية. أجمل تحية مني محدث. فارس عوض في موعد جديد مع متعة كرة القدم من خلال هذه المباراة. أمامكم تشكيلة الفريق المضيف واللي راح يلعب على ملعبه بين جماهيره. الفريق راح يلعب تشكيلة 3-5-2 التقليدية. هذه تشكيلة ممكن التقدم الآن. كرة بيتغير اتجاهها بعد ملامسة المدافع وضربة ركنية. نيمار بيرسل الكرة في 18. لم تأتي بأي جديد في الملعب. الكرة تحت سيطرتهم بعد تسديدة من نيمار. حاول يسدد الكرة الماضية لكن وضعيته ما كانت مثالية وبالتالي الكرة بعيدة بدون أي خطورة. ينجح في استخلاص الكرة في الوقت المناسب. كرة مقطوعة بعد تمريرة سيئة. سحر رونالدينيو. كريستيانو. الآن مع ليونيل. حلوة الكرة. حلوة التسديدة. كانت قريبة من المرمى لكن عدت. لكن مرت. كان ممكن تكون هدف في اللحظة الماضية. مساحة كبيرة على الجناح. انطلاقة في الهجوم. مرور ممتاز من خط الدفاع. اوهو يا سلام على حارس المرمى. يا رب كرة بتلامس المدافع بيتغير اتجاهها لتستقر الكرة في الشباك. هدف اول في المباراة. تقدم الان بهدف مقابل لا شيء. لوكا مودريتش. حلو تبادل الكرات، حلو تمريرات، البحث عن ثغرة، البحث عن مساحة، البحث عن فرصة في داخل المنطقة. رونالدينيو. ركنية لمصلحة ميسي. ركنية تنفذ بشكل قصير. مرتدة ممكن تكون سريعة. هجمة مرتدة وفرصة ممكن تشكل خطورة. جوردي ألبا. تدخل اللاعب يفقد الكرة. ليونيل ميسي. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. نيمار. كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة. بكل ثقة بكل تحدي بردة فعل برشاقة. حارس المرمى يد لوران بلان. ضاعت فرصة توسيع الفارق. كان ممكن يريح الكثير. كان ممكن يستغل هذه اللقطة. شوف الموقف كان واحد على واحد. فرصة كانت سهلة لكن ضاعت في النهاية. لوران بلان. نيمار. لويس هرنانديز وصل الكرة وقدر يبعدها في هذه اللقطة. كريستيانو رونالدو. نيمار. تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة. رمية تماس. لويس هرنانديز.
ألساندرو، كرة تعود الآن إلى التماس، كرة مع رونالدينيو، خافير زانيتي، تمركز ممتاز يساعد في قطع الكرة. انطلاقة سريعة بالكرة، يتقدم فيها، يستعرض نيمار، يعدي نيمار. يا لعيب يا لعيب، تمريرات سريعة، محاولة لخلق المساحات، إيجاد الثغرة بالكرات البينية السريعة واللي تربك الخصم. الكرة عند لورا بلان، هرنانديز، احتراض الكرة، تبتعد الكرة الآن عن الجميع. كريستيانو رونالدو، فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. ألكساندرو، الكرة مع أليكس دالبيرو، قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. كرة بتبعد من فاران، أليساندرو دالبيرو، تدخل بيخلص الكرة. كرة بحوزة بلان الآن، حلو التدخل، بيخلص الكرة بدون ارتكاب أخطاء. كريستيانو رونالدو، كرة مع الأمير لوكا، ميسي يضرب، كرة بتخرج إلى الزاوية الركنية بعد ما لمست الكرة اللاعب قبل ما تطلع خارج الملعب. الجماهير تقوم بدورها في تشجيع اللاعبين، في دعم اللاعبين على تسجيل هدف التعادل. هرنانديز، كرة يفقدها بعد تدخل الخصم. نيمار، تمريرة وفرصة خطيرة، تسديدة خطيرة، مجنون حارس المرمى، شوف الدفاع عن المرمى بكل ما سول كامبل، كرة ما كانت صعبة على دخية. استأنف اللعب الآن مع رمية التماس. هرنانديز، ألبا، فرصة العرضية الخطيرة، الفريق يواصل احتفاظ بالكرة. محمد صلاح بيجرب، والكرة إلى خارج الملعب، ضربة ركنية. نيمار بكامبل، أوه، صدق أو لا تصدق، هذه الكرة ضاعت. أي تصرف غريب في التسديدة، شوف اللعبة كان قريب من حارس المرمى. رونالدينيو عند الكرة، دال بييرو يقطع الطريق، حكم اللقاء يقرر احتساب مخالفة. ليونيل ميسي، تسديدة مميزة. يا لعيب يا فنان، مستحيلة هذه الكرة، شوف الدقة، شوف الكرة وين استقرت، الكرة في المرمى، الله على هذا الهدف. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. شوط نتواصل مع الإثارة والمتعة، مباراة كانت في منتهى الروعة في الشوط الأول، نتمنى بأن يكون الشوط الثاني استمرارا لهذه الإثارة والمتعة. مودريتش، كرة بتتخلص، محمد صلاح، محمد صلاح يعرف كيف يمر الكرات، الله على نقلات الكرة، كيف يوزع اللعب في أرضية الملعب. لحظات وتنفذ رمية التماس. لوران بلا، ليونيل ميسي، لان عليه استغلال المساحات والبحث عن هجمة مرتدة. بالنسبة للي قدم ليو ميسي في شوط المباراة الأول، قدم مردود طيب، نجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه قبل نهاية الشوط،
وعاد بالمباراة إلى نقطة البداية. تمريرة بدون تركيز تذهب للكرة المنافس، مساحة متواجدة على الجناح، راموس يوقف العرضية، نيمار، جوردي ألبا، توقع جيد في قطع الكرة، تيبو كورتوا، كرة بتبعد من فاران، رمية تماس، لويس هيرنانديز، دقة في التمرير. شوف اللقطة، شوف اللعبة، الكرة اللي تخرج من قدمه واللي تعرف الطريق. الله على الكرة، يبعد الكرة بعد هذا التدخل، ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. كانت فرصة ممتازة لهجمة مرتدة لكن ضاعت. ليونيل ميسي، لوكا مودريتش، كرة مع رونالدينيو، فرصة كبيرة الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. محمد صلاح، كرة تذهب للخصم دون معاناة بعد تمريرة سيئة. الصافرة توقف اللاعبين، خطأ صحيح. تسديدة من مسافة حلوة، التسديدة كانت قريبة من المرمى لكن عدت، لكن مرات كان ممكن تكون هدف في اللقطة الماضية. رافائيل فاران، سيرجيو راموس، جوردي ألبا، هيرنانديز، تمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة، صافرة من حكم المباراة ومخالفة واضحة. لوكا مودريتش، زانيتي، ليو ميسي، كرة بتتشتت من سول كامبل، كريستيانو رونالدو، يا الله، ضربة جزاء، ضربة جزاء يحتسبها حكم المباراة. اوهو، ركلة جزاء يشير إليها حكم المباراة، الفريق لو استغلها راح يكون هدف التقدم. الكرة في المرمى من ركلة جزاء نفذت لنجاح، وهنا إعادة لضربة الجزاء التي استقرت في الشباك. ركلة جزاء في المرمى بدون أي مشاكل، تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. ليونيل ميسي، ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة، كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. تلاقى بالكرة لمحمد صلاح، ليونيل ميسي، رونالدينيو عند الكرة، تمرير الكرات يتم بشكل مميز جدا، مجهود مميز. اوهو، العارضة تتصدى والكرة مع بلا، فرصة كانت لتعزيز الفارق لكن لم يحالف التوفيق، العارضة لعبت دور حارس المرمى لتبقي النتيجة على ما هي عليه. هيرنانديز يسدد، نيمار، سيئة اللقطة الماضية، الظروف ما كانت مناسبة للتسديد، كان ممكن يشوف حلول ثانية، كان ممكن يفكر بالتمرير على الأقل. نتيجة تشير إلى التعادل مشاهدينا متابعينا، والكرة تعود إلى نقطة البداية. ليونيل ميسي، الكرة مع أليكس دابيرو، من الصعب انك تغلط، تصويبة افتقدت الى الدقة ومرت بسلام على المرمى. اوهو، خطأ قاتل من حارس المرمى، كرة بتبعد من فاران، المباراة تدخل في العشر دقائق الاخيرة. محمد صلاح، نيمار، حتى بيرسل الكرة،
تسديدة قوية لكن بدون أي تركيز تفتقد للدقة، الكرة تذهب بشكل بعيد جدا عن المرمى. حكم بيوقف اللعب يحتسب الخطأ، فشل الفريق أيضا في مبدأ تحت الفرصة وبالتالي هناك كرت أصفر. انطلاقة وبداية فرصة، ممتازة تسديدة، التقدم يأتي بعد عدة كرات، عدة محاولات، عدة فرص أمام المرمى، يأتي التقدم في الدقائق الأخيرة، الله على كرة قاتلة في اللحظات الحاسمة في المباراة. 3 أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى اللحظة. الفارق هدف واحد ونحن نقترب من صفرة النهاية، 5 دقائق متبقية، لم تنتهي ولم تحسم الأمور. الجمهور في الملعب يقوم بدوره وبمهمته على أكمل وجه، دعم كبير والمباراة تقترب من النهاية، فريق قريب، فرصة في هذه اللحظات لحسم المباراة. ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، الجناح الآن متاح أمام رونالدو للانطلاق. أي توقيت، يا سلام على الاعتراض. نيمار، حكم اللقاء اختراق الآن، انطلق فيها كرة ممتازة باتجاه منطقة الخصم. محمد صلاح، نيمار، جوردي ألبا، تدخل والكرة بتروح. ماذا تخبئ هذه الركنية؟ هدف توسيع الفارق واطمئنان الجماهير. ضربة ركنية بعد 90. اوهو، sure you've heard this all before, sure you look familiar, sure the cost of living keep on rising with no limits, in the name of politician gave up about your feelings, name a single trend that didn't end up like a gimmick, think there's something in the water, tell me what the mission is, icy lit showers, cold words, Flint, Michigan, tire match my melanin, black on black is militant, represents my diligence, I see through that privilege, something's in the water. Something in the water. And I spew the worst the news. Barely trust the facts now. Liar, 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 throwing stones, then hide your hands. Wow, that don't make no man proud. Tears might make my city drown. I'm too scared to speak to God. In the churches now, something's in the water. Tell me what the mission is. Just another citizen that sacrificed my discipline. Still don't know my origin. Still don't know who's listening. Still can't tell the difference between strength and my conditioning. Something's in the water. I think there's something in the water. Oh my God, I've been gone a while now. Never thought I'd come back to this. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, I heard we've been falling down. What you know is falling down to this. I don't get this. This was never taught to me. I don't know how we got here. Oh, so suddenly. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, I'm stood at the border. There's something in this water.
تحياتي محدثكم فارس عوض للتعليق على مجريات هذه المباراة. وقبل البداية نتمنى بأن نشاهد مباراة ممتعة بين الفريقين. على الورق الفريقان متكافئان تقريبا في كل الجوانب، من الصعب أن ترشح فريق على حساب الآخر. مباراة ستكون مثيرة إلا إذا سارت الأمور بشكل غير متوقع. وضح على الشاشة تشكيلة الفريق صاحب الأرض، طريقة تقدر تكون متوازنة في خطة تقليدية الأربعة أربعة اثنين. هذه تشكيلة الفريق الضيف. تركيز اليوم راح يكون على أسلوب الأربعة ثلاثة ثلاثة، تتكلم عن هجوم متقارب واندفاع كبير باتجاه المرمى. رونالدينيو عند الكرة، خافيير زانيتي، كرة مع رونالدينيو، لوكا مودريتش، سح رونالدينيو، تمريرات متتالية بحثا عن ثغرة بحثا عن مد. رونالدو يضرب في مركز السعادة كثيرا في قطع الكرة. مودريتش، لوكا بعيدة جدا عن المرمى، تسديدة قوية من مسافة بعيدة لكن بدون دقة بدون تركيز بدون أي خطورة. ماركوس راشفورد، إسكو، راشفورد بيلعب لكرة، تصويب لك الكرة بالتعزيم تحت للعارضة في اللقطة الماضية. حلوة الكرة، حلو التنفيذ لكن الكرة بتضيع. اعتراض ممتاز على تمريرة رونالدو، حكم يحتسب خطأ وضربة حرة في بداية اللقاء. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. كرة مع رونالدينيو، بالطبع كل من يعشق رونالدينيو والمنتخب البرازيلي لا ينسى ذلك الهدف الشهير في مرمى انجلترا واللي قاد البرازيل الى سيمي فاينل المونديال. هدف مخادع. المباراة تبدأ بالتحام قوي، لسه نقول يا هادي حكم المباراة يحتسب الخطأ. كرة بتتخلص، برافو للمدافع في التغطية. كرة بينية خلف المدافعين، شوف المساندة، كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. تمريرة خاطئة تقطع بكل سهولة. فرانشيسكو إسكو، أليساندرو ديل بييرو، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، ضغط متقدم، استخلاص الكرة، فرصة لكرة مرتدة، نيلسون سميدو، راشفورد، ليرو ساني، إسكو، كرة بيخلص حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. ضربة رجلية يحتسبها الحكم بعد ما اصطدمت الكرة بالمدافع. بيلعب للكرة الوسطى 18، هجمة بتضيع بدون أي خطورة. مضغوط عليه. لوكا مودريتش، كريستيانو رونالدو، زانيتي، سح رونالدينيو، كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. راشفورد، كرة بعيدة عن الجميع بعد هذا التدخل. لوكا مودريتش، مرتدة ممكن تكون سريعة، كانت فرصة لهجمة مرتدة لكن ضاعت في هذه اللحظات. تمركز ممتاز يساعده في قطع الكرة، مساحة متواجدة على الجناح، مهارة جميلة من صلاح، بيلعبها في الخلف، مدافع يقطع الطريق، ساني بيلعبها، حلوة الفكرة لكن التنفيذ ما كان بنفس الدقة، لعبة مقصية، كرة على الطاير لكن الكرة بعيدة عن المرمى. اللقطة الماضية لو كانت هدف كان ممكن تكون واحدة من أجمل اللقطات في هذه المباراة. ليونيل ميسي،
ارتاح رونالدينيو. الفريق يواصل احتفاظ بالكرة، نقلات مستمرة، البحث عن ثغرة، البحث عن مساحة، البحث عن فرصة للتقدم. نيلسون سميدو، أرتورو فيدال، لورو ساني، جوردي ألبا. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. كريستيانو رونالدو، أليساندرو ديل بييرو. فرصة قد تشكل خطورة. تسديدة من رونالدو، ممتاز التصدي، لم تنتهي الخطورة. راشفورد، وضعية اختلفت، أصبح الفريق المستحوذ وأصبح الفريق المسيطر على الكرة. ليونيل ميسي، إيسكو، أرتورو فيدال، ألبا، إيسكو. الكرة تعود إلى الخصم. كرة مع رونالدينيو، ليونيل ميسي، سحر رونالدينيو. لوكا مودريتش، ألكساندرو. يا سلام على التمريرات. لوكا مودريتش، هجمة تطبخ على نار هادية، تمريرات كثيرة بحثا عن رونالدينيو. من قدم لقدم إلى الشباك، يا له من هدف جميل. الله على طريقة الأداء، نقل الكرة بين الأقدام بكل سهولة بدون أي تسرع في إنهاء الهجمة. الكرة وصلت إلى نهاية المطاف في المرمى. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 1-0. ندخل إلى الشوط الثاني من هذا اللقاء. سامويل أومتيتي، لورو ساني، زلاتان إبرا. تسديدة من زلاتان، يا رب، أي هدف هذا؟ أي لعباء كرة السلطنة، يا مزاجك يا لعيب. بعد نزوله بلحظات يجعلها تستقر في الشباك، يزور المرمى على الفور. أي شوق للاحتفال بهذا الهدف، شخصية ويجاهزية لهذا اللاعب من دكة البدلاء إلى هز الشباك بهذه السرعة، يدخل في أجواء المباراة. أي روعة هذا التغيير. أرتور فيدال، استعراض إبرا، تبرقية وفرصة الحصول على التقدم. بيرفع إبرا، فرصة ذهبية من الضربة الركنية، لكن المتابعة افتقدت للدقة وللتركيز. الكرة مرت بدون أن تشكل خطر. الكرة مع أليكس ديل بييرو. أليكساندرو، هجمة بتتي بعد قطع الكرة. كرة بينية فيها خطورة الآن، تصدي الكرة في الملعب. يملك تمريرات ساحرة، نظرة كاشف الملعب، نادرا ما يخطأ. ممتاز، زلاتان إبرا، تسديدة قوية لكن بعيدة جدا عن المرمى. لقطة سيئة جدا في المحاولة الماضية. إيسكو، لورو الثاني، توقع جيد في قطع الكرة. أليساندرو ديل بييرو،
شوف تبادل الكرات بكل هدوء، البحث عن مساحة، البحث عن ثغرة في خط الدفاع. برافو، حلو التدخل، خلص الخطورة من منطقته وأبعد الكرة إلى ضربة ركنية. المدرب يدفع بلاعب من الدكة في محاولة لتحقيق التقدم في اللحظات المتبقية من المباراة. ضربة ركنية تتنفذ والحارس بيخلصها. رؤية ممتازة للملعب، جوردي ألبا يتحرك سميله ويفتح اللعب ويطلب الكرة. بيدان فيدال، ضربة ركنية. ركنية تنفذ محمد صلاح، تسديدة قوية جدا بتمر في جانب المرمى. أكيد راح يكون محبط لأن الكرة كانت قريبة. في المرات القادمة لا بد من استغلال هذه الكرات. زلاتان إبراهيموفيتش تدخل يبعد الكرة. كرة مع رونالدينيو، قطع سهل الكرة بعد تمريرة خاطئة. تغيير الوضع الآن، بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. لوكا مودريتش، كريستيانو رونالدو، دال بييرو. كرة مع رونالدينيو، الهجوم بطريقة تيكي تاكا، تمريرات سريعة، تسديدة من رونالدو. زلاتان إبراهيموفيتش، إبرا يضرب، إبرا تصدي من الحارس، مزرعة الكرة خطيرة. ليونيل ميسي والكرة عند فيرديناند. أليساندرو ديل بييرو، كريستيانو رونالدو، رونالدينيو. كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي. الله على التسديدة، شوف الكرة، راحت الكرة، ضاعت الفرصة، علت العارضة في اللقطة الماضية. سامويل أومتيتي، حلوة الكرة البينية خلف الدفاع. خطأ وركلة حرة في مكان خطير جدا. واضح انها دقائق تدخل المدربين. نشاهد الاوراق الان في نفس التوقيت. فرصة متاحة للتسجيل في هذه اللحظات والتقدم في النتيجة. تتنفذ الكرة الثابتة. ركنية الان. تنفذ الضربة الركنية باتجاه وسط ال 18، يبعدها من مناطق الخطر. أليساندرو ديل بييرو،
في عام 95 كان ديل بييرو مرشح لنيل الكرة الذهبية، وذلك بعد ما قدم أداء كبير حقيقة مع اليوفي ونجح في تحقيق الثنائية المحلية، سجل هدف الدولي الأول مع المنتخب، ويومها كان أمام ليتوانيا بعد ما فازت إيطاليا بأربعة أهداف نظيفة. إجمالا يعتبر ذلك الموسم واحد من أفضل مواسم ديل بييرو طوال مسيرته. لوكا مودريتش، أليساندرو ديل بييرو، باولو مالديني، رونالدينيو عند الكرة، أربع دقائق فقط تفصلنا عن صافرة النهاية. زلاتان إبراهيموفيتش، ليرو ساني، لفيدال على القائم الثاني، كرة مع رونالدينيو، الكرة مع أليكس ديل بييرو. الجماهير تشعر بالإحباط بعد ممتازة التمريرة بتصريح لكريستيانو رونالدو. يا رب، ومن لها غيرك يا رونالدو، أنت من يردد في كل مرة أنا لها أنا لها، أنت لها وهي لك، سددها صوبها سجلها العب بها كما تريد، الأرقام تتحقق ليكسرها كريستيانو. الله على الدون، هدف قاتل في اللحظات الأخيرة. أليساندرو ديل بييرو، عام 95 يعتبر بداية تألق ديل بييرو وإعلان نفسه كنجم قادم بقوة. تألق مع اليوفي وساعد على تحقيق لقب الدوري الإيطالي بعد غياب 9 سنوات. بعد 90 دقيقة لعب نصر.